مسرحية وجهة نظر مسرحية بتتكلم عن المكفوفين. المقصود بالمكفوفين هنا مش هم الناس اللي انحرموا من نعمة البصر، إنما اللي عندهم عينين وقادرين على النظر لكن ما عندهمش القدرة إنهم يشوفوا الواقع اللي حواليهم. لأن الشوف مش مجرد النظر، الشوف الحقيقي وجهة نظر. من غير وجهة نظر يصبح أي إنسان كفيف.